والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن سامر خليوي محلل سياسي. أهلا بك أستاذ سامر. أهلا وسهلا بكم. سيد سامر، لو نبدأ بأسباب المظاهرات ضد هيئة تحرير الشام الإرهابية، هل هي بسبب انسحاب الهيئة من ريف حماة الشمالي أم أن هناك أسباب أخرى مع تزايد رقعة الاحتجاجات؟ يعني دعني أقول أن من خرج بهذه المظاهرات يعني هو يعتقدون أن المشكلة فقط هي في هيئة تحرير الشام كما ادعت روسيا، وكما تسربت من أنباء أن روسيا أعطت تركيا 8 أيام لحل هيئة تحرير الشام. نعم. وهؤلاء يعتقدون أن المشكلة فقط في هيئة تحرير الشام، علما أن روسيا لا تحتاج إلى مبررات لاقتحام هذه المنطقة، وحتى إذا تم حل هيئة تحرير الشام فسوف تجد روسيا حججا أخرى ومبررات أخرى لاستمرار عملياتها العسكرية. هؤلاء المتظاهرين طبعا خرجوا للتنديد أيضا بممارسات هيئة تحرير الشام، وأيضا للعمل على حل هذه الهيئة التي أصبحت مطلب من أكثر من دولة. وكما ذكرت، حتى لو تم حل هذه الهيئة سوف يكون هناك مطالب أخرى تعجيزية لروسيا من أجل أن تجد مبرر لاقتحام هذه المنطقة. سيد سامر، يعني تهديدات هيئة تحرير الشام الإرهابية للمتظاهرين ضدها بالحساب العسير، هل يفهم من هذه التهديد أن الهيئة أدركت أنه ليس لها حاضنة شعبية، أم أنها تخشى أن تقع بين الرفض المحلي والقصف الخارجي؟ يعني طبعا بالنسبة للهيئة الأعمال التي تقوم بها غير مقبولة، ولكن لا يوجد هناك خيارات أخرى. كما تعلم أن كل الذين يسكنون في هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، يعني جهنم هيئة تحرير الشام ولا جنة النظام وروسيا، فهؤلاء لا يوجد لهم مجال آخر حتى تركيا تغلق الحدود في وجههم. وبالنسبة لي أيضا ما يحصل الآن على الأرض، يعني أنا من وجهة نظري أن أي منطقة هي خارج سيطرة نظام بشار الأسد هي أفضل من المناطق التي يسيطر عليها بشار الأسد، وهذا لا يعني بالمطلق أنني أؤيد هيئة تحرير الشام أو أؤيد الأعمال التي تقوم بها. بالتأكيد هي أعمال مرفوضة وغير مقبولة من الجميع، ولم تكن هذه مطالب الشعب السوري والثورة السورية أن تتزعم هيئة تحرير الشام أو داعش أو حتى قسد وغيرها من هذه التنظيمات أن تتصدر الثورة السورية، فهؤلاء لا يمثلون الثورة السورية ولا تطلعات الشعب طيب. السوري. سيد خليوي، يعني بعجالة، بحسب قراءتك للمشهد الاحتجاجي المحلي واتساعه ضد تحرير الشام الآن بعد هذه التهديدات، هل تتوقع أن تستمر هذه المظاهرات أم تنحسر؟ يعني سوف تستمر قليلا، لأنه كما هو معروف أن هيئة تحرير الشام لن تسمح باستمرارها وسوف تقوم باعتقالات، ولكنها إذا استمرت أعمال هيئة تحرير الشام كما هي أنا أعتقد أنه سوف تستمر هذه المظاهرات، علما أن مجرد خروج هذه المظاهرة يعني هذا يعد مجازفة، لأنه كما هو معلوم هيئة تحرير الشام لا تسمح بهذه المظاهرات مثلها مثل نظام بشار الأسد وإيران والمناطق التي تسيطر عليها قسد. مع الأسف الشديد الشعب السوري وضع في هذا. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي سامر خليوي، كنت معنا مباشرة من لندن.